هل سقطت فرصة لبنان في قمة عربية ناجحة؟ هزالت الصورة في القمة العربية المقبلة، من يتحمل مسؤوليتها؟ العرب، لبنان أم أطراف لبنانيون؟ بعد زيارة هيل وأزمة الأنفاق والحدود والضغط ضد تعاظم دور حزب الله، هل تطيح التطورات بالحكومة أم تسرعها؟ صار الوقت مع مارسيل غانم الخميس 9:30 مباشرة على الـ MTV.